ان شاء الله انا هنكسب. كوبر يقرا بس الماتش كويس, مش يلعب برضو بالطريقه الدفاعيه اللي هو بيلعب بيها كل مره, وياخد الماتش ان هو ماتش عادي, يلعب هو معاه امكانيات كويسه بس هو يستخدمها صح. شايف ان شاء الله ان احنا نكسب ونكسب مالي, وبطوله غايبه عننا بقى لها 3 سنين لازم نكسب, ومنتخب مصر كبير حقق 7 أو 8 بطولات في افريقيا, وان شاء الله نكسب نتيجه ايجابيه واداء ان شاء الله. ان شاء الله منتخب مصر هيكسب 2-0 وهيقدم مباراه كويسه, خصوصا ان يعني المنتخب مصر عنده خبره في امم افريقيا, وان شاء الله هيكسب 2-0. هنكسب ان شاء الله 2-0, ونحاول ان احنا نلعب على جناب زي تريزيجيه وكده, ومش نركز كل لعبه على محمد صلاح وكده, وان شاء الله انا حاسس ان مصر هتاخد البطوله. ان شاء الله يبقى ماتش كويس, عشان انا متوقع ان مصر مستواها متحسن بالنسبه للمتوشه الوديه اللي هي كانت بتجهز ليها, يعني مع المتوشه الوديه اللي كانت بتجهز للامم افريقيا وكده. ان شاء الله يبقى ماتش كويس, يعني اتوقع نتيجه كويسه باذن الله. ان شاء الله هتكون مباراه كويسه جدا, ان شاء الله المنتخب هيكسب 2-0, بس احنا عندنا في المنتخب عندنا لعيبه كويسه جدا, بس كالمدرب مستر كوبر يقدر يستخدم المهارات بتاعتهم ويقدر يستغلها صح. لازم تاخد البطوله دي, لان انت بقالك 3 دورات ورا بعض بتخرج منها 3 دورات, لكن انت اصلا هم عاملين لك حساب, فكون ان فريق زي ده يبقى عامل لك حساب في افريقيا او المنتخبات كلها عامله لك حساب, انت اصلا المفروض تبقى نازل وعارف ان الماتش ده بتاعك. طلبه الجامعات كلهم امل النهارده من خلال تواجد منتخبنا ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه اللي بقالهم, يعني احنا بقالنا من 2010 مش موجودين في هذه البطوله, ودي اول مباراه ان شاء الله كل التمنيات من خلال كلامهم كمان واملهم في منتخبهم النهارده ان منتخب مصر يكسب النهارده بشكل جيد, خصوصا ان احنا زي ما بنقول بقالنا فتره طويله جدا بعاد عن هذه البطوله. انا عايز اقول بعض التفاصيل عن منتخب مصر ومنتخب مالي يا ايمن ونتكلم عليها, يمكن بعض المواجهات اتكلمنا ان احنا في تاريخ مشاركات ما بين الفرقتين, مصر 22 مشاركه في هذه البطوله ومالي 9 مشاركات, تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين 10 مواجهات, فوز مصر ب4 وفوز مالي ايضا ب4 لقاءات, تعادل الفرقتين لقاءين, افضل المراكز طبعا المنتخب المصري هو يعني زي ما بنقول بطل افريقيا باستمرار 7 مرات, مالي ما حصلتش على البطوله ولا مره, وصيف فقط لا غير سنه 1972, ده افضل النتائج ليها, ابرز طبعا اللاعبين بالنسبه لنا محمد صلاح, النني, رمضان صبحي, تريزيجيه, كلهم ما شاء الله عليهم طبعا من ابرز اللاعبين الموجودين, سواء بقى اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري او الاوروبي. ايضا المنتخب مالي اداما تراوري لاعب موناكو الفرنسي, بكاري هو مش موجود مصاب, بكاري ساكو لاعب كريستال بالاس, مصطفى يتباري لاعب كاربوكسبور ده نادي تركي, كاريدمر سبور ده نادي تركي, يمكن ايضا المدرب طبعا الارجنتيني هيكتور كوبر 61 سنه, الفرنسي الان جارس لفريق مالي عنده 64 سنه, يمكن طريقه اللعب المنتخب المصري 4-2-3-1, طريقه اللعب المنتخب المالي 4-4-2, تصنيف العالمي طبعا المنتخب المصري 35 مالي التصنيف بتاعه 64, يمكن مصر كانت تاهلت للبطوله على حساب طبعا نيجيريا, لو نفتكر طبعا مجموعه نيجيريا وتنزانيا وتشاد, مالي يعني جات على حساب ايضا بنين وغينيا الاستوائيه وجنوب السودان, متصدره ايضا مجموعتها بشكل كبير. خليني اكلمك يعني ده تاريخ المواجهات وتاريخ المشاركات بالنسبه للفرقتين, ايضا كنا بنقارن غانا واوغندا مقارنه, انت كل كان كابتن هادي وكابتن عبد الحميد بيتكلموا, لا المقارنه الى حد ما بتنتقل او بتروح لناحيه غانا, ولكن كوره ما فيهاش غير الاجتهاد داخل الملعب, وهنا يمكن ايضا مصر نفس الوضع بالنسبه للمقارنات او الارقام زي ما بنقول. بالنسبه للفيديوهات التحفيزيه اللي كان بيعملها كابتن محمود فايز للفريق قبل المباريات المهمه زي مباراه الكونغو ومباراه غانا, انا كان نفسي ان الكابتن محمود فايز يعمل فيديو تحفيزي برضو للمنتخب المصري على الامجاد اللي الجيل اللي السابق عملها, وكمان عشان خاطر يعمل فيديو تاني للاخر لقاء ما بين المنتخب المصري والمنتخب المالي على ما اتذكر كان قبل 22 سنه سنه 94 في تونس, في المباراه اللي خسرها المنتخب المصري بهدف ليلى شيء,
اعتقد ان ده كان هيدي حافز اكبر في الاستعدادات بالنسبه للجزء النفسي الخاص بالمنتخب امام المنتخب المالي عشان خاطر يديله جرعه كبيره جدا من الثقه، خصوصا ان اغلب افراد الجيل ده بيلعب للمره الاولى. لو استعرضنا التشكيل اللي كان موجود فيها هنلاقي مع روان محسن، تريزيجيه، محمد صلاح، عبد الله السعيد، طارق حامد، النني، علي جبر، سعد حجازي، الشناوي، محمد عبد الشافي هو بس اللي اشترك، هو احمد فتحي وعصام الحضري اللي مش موجود. فبالتالي احنا بنتكلم مثلا على 9 عناصر تقريبا او 8 عناصر موجودين في التشكيل الرئيسي لم يلعبوا في كاس امم افريقيا على الاطلاق. طبعا الاعداد النفسي للمباراه ديت بيتلخص في انك انت بتشوف او بتحاول انك انت تستمد نقاط القوه بتاعتك من الارث بتاعك اللي انت عامله في افريقيا، وكمان اكيد اللعيبه دلوقتي بتتفرج على المباريات اللي موجوده في قلب البطوله وشايفه ان اللعيبه او الفرق مش بالقوه اللي احنا كنا متخيلينها، وان عوده الفريق لمنصه التتويج على الاقل انك انت تكون في الثلاث مراكز او في المربع الذهبي ده شيء ممكن. بالنسبه للمنتخب المالي، المنتخب المالي كمان لازم نقول معلومه مهمه جدا، المنتخب المالي هو ثالث المنتخبات الافريقيه في البطوله الماضيه كان حصل على الميداليه البرونزيه، يعني احنا معانا ثاني البطوله الافريقيه منتخب غانا، وثالث المنتخبات الافريقيه او ثالث البطوله المره اللي فاتت اللي هو المنتخب المالي. طبعا ده الجرافيك اللي احنا كنا عدناه قبل كده هو الخاص بمنتخب الكوت ديفوار ومنتخب مالي. لو نقف هنا ثانيه واحده، تمام، هنا المنتخب الكوت ديفوار كان دايما بيستغل طريقه اللعب الخاصه بمنتخب مالي اللي هي 4-4 في المباراه الوديه الاخيره. لا ده كان في مباراه تصفيات كاس العالم. تمام، كان بيلعب 4-4-2، كان سايلا ولسانا كوليبالي الاثنين كانوا موجودين ارتكازين في عمق الملعب وكانوا بيتقدموا كتير جدا عشان خاطر تعمل عمليه الضغط العالي، في نفس الوقت كان خط الدفاع بيفضل واقف في الخلف، فده ادى خلى فيه سبيسز كبيره جدا والبتوين لاينز بقت كبيره، المساحات ما بينها كبيره جدا وشاسعه جدا. ده كان خلى جاردال كان بيتحرك بشكل كبير جدا من منتخب الكوت ديفوار. طبعا الضغط العالي اللي كان بيعمله دومبيا مع يتباري، مصطفى يتباري وماريجا في خط الهجوم كان بيقلل القدرات الموجوده الخاصه بالمنتخب كوت ديفوار. طبعا زي ما احنا شايفين ان كوني كان طبعا كان ابرز النقاط السلبيه اللي كان موجوده في خط الدفاع لمنتخب المالي. منتخب مالي طبعا كان بيجي يعمل عمليه الهجمات المرتده، كان ماريجا كان مميز جدا في ان هو يتحرك من عمق الملعب للجبهه اليمنى وكان بيبتدي يزيد في قلب منطقه او على حدود منطقه الجزاء. في نفس الوقت كان يتباري كان بينضم، مصطفى يتباري بينضم لعمق منطقه الجزاء مع خروج دومبيا اللي كان بيزيد برده. عشان كده دايما هنلاقي ان في كثافه عدديه النهارده المنتخب المالي بيعتمد على الاطوال بتاعته في الكرات العرضيه او الكرات الطويله. فنتمنى دايما ان حجازي وعلي او علي جبر ان هم يكونوا واقفين بشكل كويس جدا ويبتدوا يراقبوا اللعيب اكتر، لان وجود اللعيب وسيب الكره للشناوي، يعني انا شايف ان انت تراقب اللعيب النهارده اهم بكتير، وان الشناوي يكون عليه دور الكره، وان احاول ان اخلي دايما المدافع اخلي المهاجم يبقى دايما قدامي، وان انا ما احاولش ان انا اخليه ياخد الكره بشكل مرتاح. كمان وظيفه ظاهرين الجنب النهارده ان هم ما يدوش زاويه، لان الجناحات الملحوظه ان الجناحات اللي موجودين في منتخب مالي ما بيلعبوش مش بقدم عكسيه او انفيرت وينج، يعني اللي بيلعب في اليمين بيلعب بقدمه اليمنى نفس طريقه مصر بالظبط كده بالظبط كده. فبالتالي ان انت تحاول انك انت دايما تقفل له الطرف وتحاول تخليه يدخل العمق، بشرط ان يبقى الهاف اللي موجود معاه في قلب الجبهه يكون هو قافل منطقه العمق عشان خاطر ما تتحولش الكوره لتسديد او فرص حقيقيه على مرمى الشناوي. طيب يعني انت بتتكلم في منتخب مالي والقوه الهجوميه بتاعته، لكن خلينا نتكلم بقى الجزء اللي انت محتاجه، انت محتاج النهارده تفوز بشكل كبير، محتاج على الاقل تعمل زي ما منتخب غانا اشتغل النهارده ان هو بيخلص المباراه من الاول. يعني الوضع الهجومي منتخب مصر اعتماده النهارده بقى المفروض على نقاط القوه عنده ونقاط الضعف استغلالها بشكل كبير في المنتخب المالي. عبد الله السعيد طبعا دوره مهم جدا ان هو يتحرك زي ما احنا قلنا، انه يتحرك دايما خلف الارتكازات الدفاعيه عشان خاطر ياخد الكوره من طارق حامد او النني. مهم جدا ان محمد صلاح مع احمد فتحي، لما محمد صلاح يزيد او يبقى معاه الكوره لازم احمد فتحي يزيد جدا معاه ويزيد معاه بسرعه عشان خاطر يبتدي ياخد الكوره منه ويبتدي يعمل كرات عرضيه. طيب الكرات العرضيه امام اطوال المنتخب المالي اللي بتبلغ 1.90 متر، سليف كوليبالي وواجو 1.91 متر، دي محتاجه حاجه مهمه جدا من راس الحربه، ان راس الحربه دايما يكون على العارضه البعيده او في منتصف المرمى او في منتصف منطقه الجزاء ويبتدي يخطف الكوره تتلعب على العارضه الاوروبيه.
على العرضة القريبة، ويبتدي راس الحربة اللي هو مروان محسن ان هو ينضم لمنطقة الجزاء او ينضم على العرضة القريبة ويبتدي ياخد الكرة بدماغه. ده حل. الحل التاني انك انت تعمل تركاية كده بسيطة، انك انت لما بتخلي احمد فتحي ومحمد صلاح بيزيدوا لغاية اخر المرمى، انك انت تعمل الكرة كات باك لعبد الله السعيد عشان خاطر، او محمد النني عشان خاطر، بس بشكل ما يكون متضرب على الارض الورا. صحيح بالظبط كده الورا، فبالتالي انك انت هيكون عندك فرصة. ده هجوم، ده الجرافيك بتاع المنتخب، ده الجرافيك بتاع المنتخب المصري بالظبط كده. ده دي طريقة اداء المنتخب المصري، ان عبد الله السعيد دايما كان بيتحرك خلف او حوالين راس الحربة اللي هو كان باسم مرسي او مروان محسن. دلوقتي ده طبعا احنا هنا هوت عندنا ان طريقة بناء المنتخب المصري للهجمة بتاخد وقت طويل جدا، انك انت بسبب وجود عبد الله السعيد حوالين راس الحربة، ان هو مش بيلعب كصانع العاب بشكل تقليدي، لا بيلعب كراس حربة متأخر اللي هي 4-4-1-1. دي كانت الكرة دايما لو كنا بنشوف الهايلايتس اللي معمولة على عبد الله السعيد، هنشوف دايما ان التحركات بتاعته مش كبيرة جدا ناحية منطقة وسط الملعب، لا هو دايما بيتحرك على حوالين راس الحربة. طبعا الكرة بتتحرك عندنا بتتنقل ببطء شديد جدا، وده تعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت. ميزة ان المنتخب المصري بيخلي المنتخبات الافريقية دايما تزهق، المنتخبات الافريقية بتبقى محتاجة رتم لعب سريع، انك انت تاخد الكرة وتديلها الكرة بسرعة. لكن من ضمن مميزات المنتخب المصري اللي هي احنا بنشوفها في بعض الاحيان انها عيب، ان هو بيبقى صبور جدا على الكرة، وزي ما كابتن هادي خشب قال لنا قبل كده ان طبعا ده بيحميك بشكل كبير من انك انت يكون عليك هجمات مرتدة، بشرط ان انت يبقى عندك تنظيم دفاعي جيد جدا. زي ما احنا شايفين الكرة بتتنقل من فتحي للنني لجبر لحجازي لعبد الشافي، حتى ما فيش وانت بتنقل الكرة ما فيش احد ظاهرين الجنب بيطلع عشان خاطر يتحول الى جناح وينج باك في اثناء الهجمة، لا انت بتفضل تنقل كتير جدا 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 لغاية ما بتلاقي ثغرة او بداية هجمة. وبرضو حتى لو انت بتفقد القدرة على انك انت تصنع خطورة ما بتزهقش، وبترجع تاني وبتبتدي تمرر الكرة لعمق الملعب وتبتدي تنقل للناحية التانية. ايمن، يمكن احنا شفنا منتخبنا لحد كبير في مباراته السابقه ان هو بيسيب الفرق تبتدي تنقل وبتلعب. بالزبط. رؤيتك النهارده للمنتخب المالي، هل منتخبنا الوطني يقدر يعني الافيه دي ان هو يلعب الضغط العالي من البدايه، ولا برضه يلعب بنفس طريقه اللعب اللي هو يسيب الفرق تشتغل نقل الكره وعند جزء معين من الملعب يبتدي هو يعمل عمليه الضغط؟ هو ده اللي بيعمله فعلا كوبر، ان هو بيسيب الفريق لغايه الجزء الاخير. كل اللي انا اخشاه بس ان محمد النني ما يقومش بعمليه اقتناص الكرات امام احمد فتحي في المنطقه ديت، لان المنطقه ديت هيبقى فيها دومبيا وفيها كوني امام احمد فتحي بس، في حاله عدم تراجع محمد صلاح لاداء الواجب الدفاعي. فاعتقد ان النني لازم يبذل جهد مضاعف في عمليه اقتناص الكرات. يعني ده فيديو عن الضغط في مباراه كوت ديفوار ومالي. بالظبط كده، وكانت كوت ديفوار بتضغط بشكل قوي جدا على مالي، اللي كانت بتضغط على كوت ديفوار. مالي بتضغط على الكوت ديفوار. شايفين جوهو اللي هو حارس الكوت ديفوار بيبتدي يرسل الكرات او بيلعب الكره طويله في وسط الملعب لارتكازين اطوال طويله طبعا كبيره جدا بتقدر انها تستخلص الكره. لكن لما نشوف التنظيم الدفاعي هنا، ادي كونيه عشان كده ما لعبش المباراه اللي بعد كده قدام الجابون، وغير وخلى تراوري الباك اليمين يلعب باك شمال، ونزل باك يمين تاني كوليبالي على ما اتذكر كان عثمان كوليبالي. فطبعا طبعا هنا وقت الضغط بيقل، ده حاجه مهمه جدا ان احنا نقف هنا ثانيه واحده، ان انت بعد فتره من منتصف الشوط الاولاني تقريبا الضغط هيقل، فلازم المنتخب المصري يتماسك في ال 25 دقيقه الاولانيه عشان خاطر ما يخليش الضغط ده ما يبقاش ايجابي بالنسبه لهم. بالظبط، يخلي يحول الضغط، لان بعد كده الامور هتتطور. بالظبط، لان الضغط العالي دوت هيأثر عليهم بعد كده بالرغم من القدرات البدنيه العاليه للمنتخبات الافريقيه، لكن طبعا التركيز الذهني للاعيبه الافارقه بيبقى اقل بكتير جدا من لعيبتنا. فبالتالي انك انت لما تقدر تصبر على الفريق وتطلع الكره بشكل سليم من اليمين للشمال لعمق الملعب، ده هيبقى في مصلحتك على الاقل في الشوط الثاني من المباراه. على العكس يعني المنتخب المالي انت بتشوف، احنا بنشوف من خلال الفيديو اللي انت جايبه ايمن، ان هو بيضغط على منتخب كوت ديفوار. انت مطالب هنا بايه؟ يعني هل انت مطالب انك تبتدي خلاص بقى تلعب الكره الطوليه اللي انت بتعتمد عليها لحد ما في الهجمه المرتده وليس في بناء الهجمه، انك تلعب خلاص انت هتبتدي هتجبرك ان انت تلعب الكره الطوليه، انت هنا محتاج تعمل ايه؟ هل تبتدي ما تقلقش تبتدي تلعب على الارض، ولا الوضع هيبقى بالنسبه لمسيرات الكره تعليماته ازاي؟ عبد الله السعيد لازم ينزل ورا شويه، لازم يتحرك ورا كوليبالي، لسانا كوليبالي وورا سايلا الارتكازين الوسط او اي اثنين ارتكازين. لازم كمان محمد احمد فتحي يبتدي يضم، يعني احمد فتحي بيبقى قريب جدا من
قلبين الدفاع بيحاول يقفل مساحات جامد جدا. لا لازم احمد فتحي يبتدي ياخد مساحات كبيره، لانك انت لما بيبقى فيه اتنين متواجدين في نفس المربع انت كده بتسهل عمليه الضغط العالي وبتزود نسبه الاخطاء. لكن لما بتفتح المساحات شويه بشكل معقول او شكل مقنن بتخلي الموضوع سهل في نقل الكره. لازم الارتكاز طارق حامد في وقت من الاوقات يتواجد ما بين قلبين الدفاع حجازي وعلي جبر عشان خاطر يبقى يعمل ثلاثي ما بينهم ويعمل فكره 3 بلس 3 زائد 7 عشان خاطر يبتدي يعرض مساحات الملعب بشكل كبير جدا، فيبقى الضغط العالي لمنتخب مالي بدون قيمه. لانك انت هتلاقي مثلا ماريجا ويتباري الاثنين بيضغطوا وفي 3 في وسط الملعب في خط الدفاع في المنتخب المصري، فيبقى سهل جدا عليك عمليتنا للكرات. الكرات كمان التكنيك بتاع لعب الكرات لازم ما يبقاش كره طويله بشكل يخليها سهل على المنتخب المالي، لا انا لازم اعمل الكره بكيرف معين او بزاويه معينه بحيث ان الكره تبقى قريبه جدا او في صدر محمد صلاح بالظبط، يعني او عبد الله متوسطه الطول بالظبط كده وسريعه عشان فعلا الحاله بالنسبه لهم ما شاء الله انت بتتكلم في متر 80 متر 90 كمان متر 90، فطبعا انت بتتكلم في طول جدا بالظبط. فلازم اللعيبه تكون بتاخد الكره كانها بتعمل تشيب باس، تشيب باس دوت هيسهل الموضوع بشكل كبير، وبالتالي هتلاقي كل ست سداسي من منتخب مالي موجود في نص ملعبك وانت عندك القدرات والسرعه الكبيره جدا في انك تتحول من الدفاع للهجوم في الرباعي الموجود الاخير. كمان تريزيجيه طبعا دوره مهم جدا في اداء الدور الدفاعي مع محمد عبد الشافي، لكن كمان تريزيجيه لازم يزيد اكتر في الجزء الهجومي. بعد لسه كنت عايز اكلمك على الجزئيه دي، جزئيه محمد صلاح وتريزيجيه. طبعا معلوم جدا لمنتخب مالي اكيد اعتماد بشكل كبير المنتخب الوطني على محمد صلاح، واحنا شفنا قد ايه يعني حتى مش عيب، هو مش عيب، كل الانديه في العالم وكل منتخبات في العالم ممكن يبقى فيه لعيب بيصنع الفرق زي ما احنا بنتكلم. اكيد المنتخب مالي حافظ منتخب مصر، عارف ان هو بيلعب ازاي. دور تريزيجيه النهارده طبعا انت اتكلمت على دور عبد الله السعيد وشغله جوه الملعب، ولكن تريزيجيه النهارده ومحمد صلاح ممكن يبقى دورهم عامل ازاي طبعا مساعده مروان محسن. تريزيجيه انفيرت وينج، هو الانفيرت وينج الوحيد للمنتخب في المنتخب او في المنطقه ديت، لانه بيلعب برجله اليمين ناحيه الشمال، فبالتالي مطالب تريزيجيه انه يعمل نفس اللعبه اللي لعبها امام المنتخب الغني في بطوله في تصفيات كاس العالم. تريزيجيه خد الكره وانطلق بالعمق ودخل جوه منطقه الجزاء وحصل على ركله جزاء. في الوقت اللي المنتخب المالي هيبتدي يركز على محمد صلاح واكيد برضو على تريزيجيه، هنلاقي ان تريزيجيه هيبقى عنده فرصه لو تراوري اللي هو الباك اليمين بتاع المنتخب المالي لاعب ناحيه الشمال امام محمد صلاح هيبقى عنده فرصه ان هو يخترق عثمان كوليبالي، او لو محمد صلاح كان بيلعب امام كوني اللي هو الظهير الايسر الرئيسي في منتخب مالي هيبقى محمد صلاح عنده الفرصه. اذا المنتخب المالي عنده مشكله في الظاهرين، احد الظاهرين هيبقى عنده مشكله في الجانب الدفاعي عنده مش جيد، فبالتالي انت محتاج من الاجنحه بتاعتك انها تحاول انها تخترق من العمق. في نفس الوقت محمد عبد الشافي مش مطلوب منه خالص ان هو يوصل بالكره لغايه اخر حدود خط المرمى عشان خاطر يرفع الكرات العرضيه، لا هو محتاج ان هو يتمركز بس حوالين منطقه الجزاء على قوس منطقه او على السن بتاع الخط ال 18 في الزاويه ديت او في الكورنر دوت، يحاول يعمل كرات عرضيه برده لمحمد صلاح. دي الكرات اللي انت بتتكلم عليها اللي عمل بيها ضربه جزاء في منتخب غانا بالظبط كده بالظبط كده، ودي كانت الكره من ضمن الكرات القليله جدا لعبد الله السعيد، بعد شويه عن راس الحربه اللي كان باسم مرسي وقتها وابتدى يلعب الكره مع الاجنحه. وده الدور اللي احنا بنتكلم فيه، ان لازم عبد الله السعيد النهارده ان شاء الله باذن الله يكون قريب جدا من تشوفها هنا اهوت، احنا هنا اهوت مش هنلاقي عبد الله السعيد، هنلاقي عبد الله السعيد كان ورا فكان بيلعب الكره في بدايه الهجمه، كان بيلعب الكره مع تريزيجيه. فده مهم جدا النهارده ان عبد الله السعيد يكون مساند اكتر للاجنحه، ما يبقاش دوره مقتصر بس على فكره ان هو يبقى راس حربه متاخر. طيب يعني خليني اقول لك، يعني هل المهارات الفرديه زي ما احنا شايفين كده دور تريزيجيه دور محمد صلاح في جزئيه المراوغه وان هو يخش في دفاعات الخصم ويقدر يتعامل بشكل جيد وجزئي، هل دي تبقى نقول فيصل في وقت من الاوقات لمنتخبنا الوطني في دفاعات مالي؟ اي مهاره اي مهاره في كره القدم محتاجه توقيت ومساحه. التوقيت انك انت بتختار امتى بتعمل التريك انك انت بتقدر تخدع فيها المدافع، امتى تقدر تعمل السبرنت بتاعك عشان خاطر تكسب المدافع بالسرعه. ما ينفعش ان محمد صلاح يعمل سبرنتات ومثلا ما فيش حد في منطقه الجزاء او حد قريب جدا منه في السرعات يقدر يعمل عمليه الزياده معاه، لانك انت ممكن تلاقي محمد صلاح بيوصل لغايه اخر منطقه الجزاء او في حدود منطقه الجزاء من غير ما يسدد. عشان كده مروان محسن دوره مهم جدا انه في احيان كتير
انه يتحرك ناحيه محمد صلاح، ومحمد صلاح عشان ياخد احد قلبين الدفاع معاه، ومحمد صلاح هو اللي يخترق في العمق. بالتالي هتلاقي عبد الله السعيد قدامه اثنين صراع جدا، واحد في القلب هيبقى محمد صلاح، واحد على الطرف الشمال اللي هو تريزيجيه. فبالتالي انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا، بشرط ان مروان محسن يكون دوره انه يخدم اكتر على اللعيبه اثناء عمليه بناء اللعب. لكن انتظار مروان محسن في منطقه الجزاء طول وانتظار الكرات ده مش هيبقى في صالحه او مش في صالح المنتخب المصري. الدور مروان محسن الاولاني ده اللي احنا قلناه، الدور الثاني اثناء الكرات العرضيه لما يكون عندك زياده من قلبين من ظاهرين الجنب ان هم موجودين بيتحركوا لاخر الملعب او لحدود منطقه الجزاء، ان هو دايما يبقى ورا شويه خطوتين. طبعا انت كنت مميز جدا في الموضوع دوت، انك انت تبقى ورا شويه وتبتدي تاخد الكره متوسطه المدى على العارضه القريبه وتحاول تسجل بيها جون. وممكن كمان الحظ يخدمنا زي ما خدم منتخب الكوت ديفوار والمنتخب المالي يسجل هدف في مرماه نظرا للاطوال الطويل الاطوال الكبيره جدا، فبيبقى الارتكاز بتاع اللعيب على قدميه بتاع المدافع بتاع المنتخب مالي مش بيبقى في افضل حالاته. خليني اكلمك على جزء مهم جدا، يمكن الحذر لمستر هيرتو كوبر واحنا يعني ملاحظينه بشكل كبير، خصوصا انه بيدي تعليمات بشكل كبير على الطرفين بتوعنا احمد فتحي النهارده وعبد الشايف، ان هم بشكل كبير ما يتقدموش ويبقوا بيوصلوا عند منطقه معينه ويقفوا يعني. لكن هل النهارده ممكن دي التعليمات تفضل متواجده؟ يمكن شفناها في ماتش تونس الى حد ما كان مدي تعليمات لكريم حافظ واحمد فتحي ان هو ما يعملوش الجزئيه دي، هل ممكن النهارده التعليمات دي تفضل موجوده ولا هيبقى في شيء تاني؟ خلينا نروح بس لتقرير مهم جدا من مدربين قطاع ناشئين للنادي الاهلي طبعا وتوقعاته من المباراه وشكل المباراه، نرجع نكمل مع ايمن. ان شاء الله كده تبقى بطولة نستمتع بيها كلنا ونتفرج على اداء مميز، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله منتخب مصر ناخد البطولة دي ان شاء الله، وده اللي الواحد بيتمناه طبعا ان شاء الله. واحساسي كده ان شاء الله احنا هنعدي الادوار الاولانيه وان شاء الله نلعب فاينل، واحساسي ربنا يكرمنا وناخد البطوله باذن الله من الاجواء اللي الواحد شايفها ان شاء الله. يعني المباراه تكون من نصيبنا ويقدروا ان هم الافتتاحيه تبقى من نصيب منتخب مصر، ان احنا عندنا عناصر عندهم حلول وعندنا ناس محترفين ان شاء الله يؤدوا اداء على مستوى عالي. وتملي بتبقى ضربه البدايه زي ما قلت لك بتبقى صعبه، لكن لعيبه منتخب مصر يعني قدها ودود، وان هم يقدروا يعدوا اول مباراه تدينا دفعه لقدام. اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله بعون الله لو خدنا الثلاثه بونت من ماتش مالي هتساعدنا كتير جدا في الصعود للدور الثاني. فمباراه مالي مهمه جدا، اعتقد ان الجهاز الفني هياخدها على مراحل، هيبدا واحده واحده طبعا في الشوط الاولاني يستكشف الوضع هيبقى عامل ازاي بالنسبه لفرقه مالي. اعتقد ان شاء الله باذن الله هي بطوله، يعني اغلب البطولات كمان اللي احنا خدناها كان دايما بيبقى في قلق قبل ما نروح، وفي افتكر بطوله كابتن الجوهري بوركينا فاسو مع كابتن حسام حسن وخد هداف، وكان وقتها الناس بتطالبه بالاعتزال. فبطوله افريقيا ملهاش مقياس يعني. انا شايف طبعا ان احنا عندنا طبعا لعيبه كبيره زي محمد صلاح والنني ولعيبه كبيره يعني بتلعب في اوروبا ونجوم في اوروبا جدا في فرقها طبعا يعني. فانا عايزين نقول ان مباراه المالي طبعا مباراه صعبه جدا، لان اي فرقه بتلعب منتخب مصر هي عارفه ان منتخب مصر هو زعيم القاره الافريقيه في البطولات بعدد البطولات اللي هو خدها. منتخب مصر عنده من القدرات الفرديه والجمعيه وان شاء الله باذن الله قادر ان هو يكسب البطوله، ربنا ييسر ان شاء الله. بس هي ضربه البدايه ماتش مالي الاولاني ان شاء الله باذن الله هي هتدي دفعه كبيره لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله ان هو يكمل، زائد ان هو ممكن يخوف الفرق الثانيه. يعني لو عملنا ان شاء الله باذن الله نتيجه كويسه هيخوف الفرق الثانيه ان شاء الله باذن الله من منتخب مصر. مجموعتنا في منتخب مالي، في اوغندا، في منتخب غانا، معانا اوغندا ومعانا غانا في تصفيات كاس العالم، هي بس مالي مش معانا. مالي من المنتخبات القويه وهنلعب منتخب مالي ان شاء الله. يعني المكسب مهم جدا في البدايه، بيديك دفعه
قويه جدا، لو ما قدرتش تحقق المكسب يبقى ما تخسرش. ان شاء الله باذن الله نكون جاهزين جامد لضربه البدايه باذن الله، وباذن الله هنكسب. وانا متعشم في ربنا سبحانه وتعالى انه مصر هتكسب الماتش ده، وبتعشم في الله سبحانه وتعالى ان احنا نوصل لنهايه البطوله. وده من المجهود اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت والتجمعات والمباريات الوديه اللي حصلت، وكل لعيب في منتخب مصر محتاج انه يكسب البطوله دي جيد جدا بالنسبه لينا. طبعا منتخب مصر بتكلف منتخب قوي، منتخب له اسمه في الساحات الافريقيه خصوصا في البطولات دي اللي حققت اكبر انجازات. ما فيش اي دوله حققت زي ما حققت منتخب مصر. فطبعا ده اول ماتش ده بيفرق طبعا، وهم عارفين اهميه المباراه، اول ماتش اول بالنسبه لهم، فلازم يحاولوا يحققوا الانتصار اللي هو اللي يحط رجليهم في البطوله. ايمن، يمكن كنت بسالك قبل الفاصل او قبل التقرير على يعني الحذر لمستر اكتوبر في مباراه تونس. كنا بنشوف ان هو بعد تصريحاته كان بيقول ان هو بيدي تعليمات للباكين سواء الباك رايت او باك ليفت ان هو ما يهاجمش بشكل كبير. هل ممكن نشوف النهارده من خلال الدقائق الاولى او حتى الشوط الاول ان يدي تعليمات لاحمد فتحي وعبد الشافي بالجزئيه دي؟ اكيد، ويعتمد طبعا على الهجوم بالنسبه لصلاح وتريزيجيه. اكيد طبعا، دي الفلسفه بتاعت هيكتور كوبر. ما اعتقدش ان هو هيغيرها، وهو قال كده ان هو مش هيغير من التشكيل او من الفكر بتاعه، وان هو مقتنع تماما بالفكر بتاعه ده، واعتقد ان دوت هيبقى كويس. بس هي فكره اللي احنا اتكلمنا فيها بالتنظيم بتاع اللاعبين او المساحات اللي بيشغلها اللاعبين، مش حابب ان يبقى جبر او حجازي يكون قريب جدا من احمد فتحي. لازم احمد فتحي مش عايزه يزيد لجوه منطقه الجزاء او حتى نص الملعب الثاني، بس يكون فاتح شويه، ما تبقاش المساحات قريبه بحيث ان الضغط يبقى العالي بالنسبه للمنتخب المالي ما يديش ثماره. لكن لو انا اتجهت ان المساحات تبقى ما بين اللعيبه قريبه جدا جدا اثناء حتى عمليه بناء الهجمه، ده هيخلي الموقف المصري سيء جدا. طب توقعاتك بقى للمباراه ان شاء الله كده؟ عشان احنا هنخش لي كده بعد الماتش ما يخلص ونقعد نتكلم بقى تحليلا بشكل بقى بالفيديو والكلام اللي انت بتعمله الجميل ده. ان شاء الله باذن الله، اتوقع باذن الله المنتخب المصري هيفوز 1-0. طيب، يعني عايز اقول لك ان مباراه غانا واوغندا خلاص خلصت، وفوز منتخب الغاني 1-0 اعتقد ده انت زي ما انت قلت كده هو في صالح المنتخب الوطني، فوز غانا بالذات مش اوغندا. بالظبط كده، لانك انت طبعا لو انت ان شاء الله كسبت فوزك ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه على اوغندا اللي هتحاول بكل قدرتها او بكل طاقتها ان هي تقدم ماتش هجومي او عشان تكسب عشان توصل للثلاثه بونت، فده هيديك او ده هيبقى مناسب جدا لفكر هيكتور كوبر، وبالتالي انك انت تقدر تستغل اندفاع المنتخب الاوغندي بالسرعات العاليه لمحمد صلاح وتريزيجيه. نستنيك بقى ان شاء الله بعد الماتش كده يكون احنا كسبانين ومبسوطين ايمن، نقعد نتكلم فنيات منتخبنا النهارده. يا رب امر الله المكسب يبقى يكون حليف منتخبنا الوطني. اكيد معاكم مكملين ان شاء الله. بعد الفصل هيكون معايا طبعا نجوم مصر، كابتن هادي خشبه، كابتن ربيع سيم، كابتن عبد الحميد حسن. هنكمل بقى تغطيتنا لمباراه منتخب مصر ومالي. لكل التوفيق ان شاء الله بنتمناه من خلال تواجدنا هنا استاد الاهلي قناه النادي الاهلي، كل التوفيق ليهم يا رب ان شاء الله في المباراه. هنتكلم فنيا طبعا وطبعا عن التشكيل وعن كل التفاصيل، وايضا معنا تقارير من مناطق كتير نقدر نتكلم عليها وصدى الجمهور بالنسبه للمباراه. سريعا نروح لفاصل ونرجع لكم.